الساده وسائل الاعلام، السيدات والساده الصحفيين، المناظر الاعلاميه جميعا. اليوم كنا نعلنوا على افتتاح المهرجان الاول لمر السلطان، ليالي مر السلطان، ونتمناو على ان هذا المهرجان يمر في واحد المستوى اللي كنتمناو حتى حنا كمقاطعه مر السلطان. هذا المهرجان كيدخل في اطار على اننا حنا كمقاطعه في اطار الثقافي، في اطار الفني اللي هو ملزوم علينا حنا كمقاطعات. والحمد لله اليوم المجلس فهو حضور فنانين وزينين اليوم، وكاين غدا ان شاء الله فنانين كذلك اللي غادي يكونوا معنا حاضرين. نفس الشيء هذا كيجي على اساس اننا نعطيو واحد الطابع فني. اليوم كنعرفوا بان مر السلطان فهي كما كنقولوا معروفه بالرياضه، معروفه كذلك بالفن، لما لا اننا نديروا واحد مهرجان كما قلنا في المكتب ديال المجلس على اننا، انا قلت لهم بغينا نديروا مهرجان موازين صغيره، ولكن الحمد لله اليوم يعني الحضور الكبير ديال الساده وسائل الاعلام، الحضور الكبير ديال الناس اللي باغا تشارك معنا هذا الحفل. كاين بعض الاخوان غادي يقولوا بان التوقيت يعني هو كان خصو يكون في الصيف، يعني في شهر 8 ولا شهر 7، بالفعل كنا غنديروه في الصيف، ولكن الاسباب التنظيميه محضه اجلنا لهذا الوقت هذا. وهذا بدايه ديال المهرجانات اللي غادي يكونوا في المقاطعه ديال مر السلطان. اليوم غادي تحضر معنا عمده الدار البيضاء، غتكون حاضره معنا في الافتتاح، كذلك عامل صاحب الجلاله ديال الفيدا مر السلطان هو غادي يكون حاضر. وطبيعة الحال فهي دعوة للساكنة ديال مر السلطان لحضور هذا المهرجان هذا. شكرا. زملاء الصحفيين، شي سؤال للرئيس؟ السيد الرئيس كيف الحال؟ الحمد لله تكونوا بخير. رانيا كريم، الجريدة الإلكترونية مر السلطان 24. عندي واحد السؤال، قلتوا ان الساكنه ديال السلطان مرحبا بها في المهرجان، بغينا غير نعرفوا، لاننا عرفنا ان المهرجان هو بالدعوات، بغينا نعرفوا زعما كيفاش يعني تم توزيع الدعوات على الساكنه، واش الناس، لان الناس ما عارفينش الساكنه ديال السلطان ما عارفاش انها راه ليالي المهرجان ديال السلطان راه بلي زانفيتاسيون، دونك واش الناس خصهم يجيو غيدخلوا، ولا اللي عنده الدعوه هو اللي غادي يقدر يدخل لهذا الحفل هذا، لاسباب تنظيميه احنا عارفين هذا لانه المركب ما غاديش يخف ديال الناس ديال مر السلطان كامل. شكرا. شكرا. كنت باغي نبقى في الجانب الفني والثقافي، ما بغيتش ندخل لجانب اخر، ولكن احنا اليوم حنا في واحد المنطقه اللي هي صراحه منطقه اللي هي نقدروا نقولوا بانها منطقه هشه، وكيطبع الطابع ديال الفقر وبزاف ديال الاشياء، لدرجه اننا باش نديروا واحد الحفل في المستوى التطلعات ديال الساكنه ما عندناش. يعني علاش قلت لك اسباب تنظيميه، جبنا فنانين كبار، ولكن الطاقه الاستيعابيه فين غادي يكونوا هاد الفنانين ما عندناش مالوغوزمون، غير يعني غير فين نديروا ندوه كبيره يحضروا فيها واحد 500 شخص، مر السلطان كامله يعني هاد المنطقه اللي فيها تقريبا اكثر من 300 اكثر من 200 الف نسمه، ما عندناش فين نديروا هاد الندوه ديال 500 ولا 400. لذلك حنا اليوم مجبرين كمجلس وحنا كنشتغلوا على هاد الشيء، على اننا نديروا واحد المركب ثقافي اللي على الاقل نجمعوا فيه واحد 500 ولا 600 ديال الاشخاص. فيما يخص المنطقه انت كتشوف وكتعرف انت اكثر مني، فالساحات ما كاينينش نهائيا، اضطرينا اننا نديروها في ذاك المركب النيل، والمشكله حتى هذا المركب النيل حتى السنه الجايه ما عندناش فين نديروا، لان هذيك الباصه غتولي فيها ملاعب ديال القرف ان شاء الله الموسم القادم ان شاء الله، غيبداو الاشغال بيانتو قريب، وبالتالي يعني حتى المنطقه فين نديروا ما كاينش. هذه يعني كيرجع لعدة أسباب ما ندخلوش فيها. اليوم مع الناس ديال الأمن مع السلطات فقلنا غادي نديرو الدعوات، هي محدودة، نشرنا في الموقع الرسمي ديال المقاطعة على أن اللي بغى الساكنة في الدعوات أنه يجي للمقاطعة وياخذ الدعوات. جاو الناس اللي خداو يعني، ما كانش كثير وكان قليل، لأن يعني الناس حتى ديك لاباج عندنا يعني ما كيشوفوهاش الناس بزاف. حاولنا نديرو مع الناس ديال الاعلام اننا نحاولوا نعطي واحد الاشعاع باش يشوفوا الناس، وزعناها بطريقه ديالنا التقليديه الخاصه،
الجمعيات كذلك فهم الأغلبية ديالهم اللي كنعرفوا اللي كنشتغلوا فهم خداو الدعوات، بالإضافة للمجتمع المدني حاولنا بطريقتنا نجتهدوا فيها. غادي يكونوا أخطاء، غادي يكون بزاف د الأشياء، ولكن الهدف حكيم ما قلنا الإخوان، حنا اليوم أنا جيت سعيد لا بالحضور الإعلامي لا بالكثرة ديال القيل والقال، كنظن بأن نبيل المهرجان اللي فيه الهضرة دار اليوم لا الإيجابي ولا السلبي، وهذا لمر السلطان، وهذا دليل على أنه نجح وأن الناس كيتكلموا عليه. حنا الحمد لله هذه البداية، وإن شاء الله المواسم القادمة غادي تكون أحسن إن شاء الله. حنا اليوم كمقاطعة كما كتعرفوا كنشتغلوا على الجانب الاجتماعي، نشتغلوا على الجانب السياحي، نشتغلوا على الجانب الثقافي والفني، وهذا امتداد البرنامج اللي حنا مسطرين في المقاطعة. عندنا واحد الساحة يعني نستغلوا الفرصة على أن واحد الساحة ديال علمنا عبد الله هي ساحة تاريخية، الهدف أننا نصوبوا ونديروا جامع الفنا صغيور، يعني جامع الفنا في منطقة ديال مر السلطان، السياح كيمشيو حتى للحبوس ما كياخذوش لمر السلطان، حنا هذيك المنطقة كلها غادي تقاد وتولي بواحد المستوى باش يوليو الأجانب يدخلوا، إذا غيولي واحد الإنعاش على المستوى السياحي والثقافي والفني إن شاء الله. شكرا.